ومن الجزائر ينضم إلينا مراسل غد كريم قنديلي. إذا كريم، ماذا عن نتائج هذه الزيارة أيضا؟ في أي إطار تأتي؟ مساء الخير شروق. هذه الزيارة تأتي ضمن إبراز متانة ربما العلاقات الجزائرية مثل ما ذكر بيان الجمهورية الجزائرية، إذا وذلك يأتي في خضم زيارات أخرى كانت أيضا بين مسؤولين جزائريين وأيضا مسؤولين ليبيين، هي ثالثة من نوعها منذ يعني بوادر أو بداية بوادر انفراج الأزمة الليبية منذ تعيين حكومة الوحدة وأيضا المجلس الرئاسي وفق مخرجات مؤتمر برلين. هذه الزيارة أتت أيضا في ظروف خاصة تحضر لها ليبيا الشقيقة إلى انتخابات رئاسية. ربما هذه النقطة الأهم التي اتضحت اليوم من خلال هذا اللقاء الذي حظي به محمد المنيفي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد التبون، والذي أكد بعد نهاية المشاورات الثنائية والمباحثات على أن الجزائر مستعدة لدعم ليبيا في كافة المراحل المقبلة، ومستعدة أيضا إلى أن تسمع صوتها إلى كافة العالم، وبالتالي وضعت نفسها ومدت يدها وتركتها مبسوطة وممدودة إلى الشعب الليبي وأيضا المسؤولين الليبيين حتى تتم وتخرج بشكل نهائي من هذه الأزمة وفق انتخابات رئاسية. أكد الرئيس تبون بأنها كانت النظرة الأولى للجزائر والرأي الأول الأول، وبعدها تبناه مختلف ربما الجهات الفاعلة في العالم. إذا الجزائر تصر على أن الانتخابات الرئاسية هي مربط الفرس ومكمن ربما خروج الليبيين من الأزمة التي طال أمدها. بالتالي أيضا الجانب الليبي الممثل في محمد المنيفي رئيس المجلس الرئاسي أكد بأن الليبيين ينتظرون دورا كبيرا من طرف الجزائر. أكد بأن أيضا المباحثات تضمنت يعني عدة نقاط، منها التنسيق الأمني ما بين البلدين، وأيضا يعني خاصة فيما يتعلق الحدود الشاسعة التي تقارب 1000 كيلومتر بين البلدين، وأيضا فتح المعابر. تكلم حول هذه النقطة وأكد أهميتها، خاصة إعادة العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر حتى تكون أيضا إعادة إعمار ليبيا من الجانب أيضا الاقتصادي. وأكد بأنه ينتظر دورا كبيرا في إرساء المصالحة الوطنية الليبية حتى تخرج ليبيا من أزمتها بشكل دائم. شكرا كريم قندولي مراسل غد، كنت معنا من الجزائر.